جاتيكم ام سي كيو ما تجيكم يعني بس تجيك ام سي كيو يعني دابا تمام مجموعه من التعريف بس كلها اغلبيتها ماخذيها يعني مو صعبه عليكم تمام بعد الله الاوكلوجن من انا اقول اوكلوجن شنو معناها الريليشن مال التيث بالعربي باللغه العربيه تمام انا مو التليفون اصلا بلا زحمه في اي بي لا يطلع عنده ثلاثة أربعة وفي اي بي بقى يلا دعوا يلا اوكلوجن شنو معناها الريليشن مال التيث اوكلوجن تولد كلمة الاوكلوجن من يصير عندك كونتاكت بين الابر تيث صح؟ ممتاز اوكلوجن يعني معناها يصير عندي كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث من اقول ديس اوكلوجن ماكو يعني عندي سيبريشن بين الابر تيث واللور تيث زين اكو عندي بعد مصطلح ثالث قبل ما احكي عن انواع الاوكلوجن شايفين هذا المصطلح؟ لا ستام كاسب شنو ستام؟ طبعا ستام كاسب يعني معناها الكاسب اللي تدخل بالفوسة شنو معناها ستام كاسب؟ الكاسب اللي تدخل بالفوسة normally which cusp in upper six and which cusp is lower in lower six is ستام كاسب اذا عندي upper six لور بوكال لور بوكال بليت 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 عندي بوكال كاسب ولينجوال كاسب او بليتال كاسب صح ولا لا واللور كذلك which one in the upper cusp يعتبر stamp cusp البليتال لانه البليتال كاسب وين تقعد بالفوسة صح ولا لا عند سيزر بايت تمام زين which cusp in the lower arch طبعا عمي هرقد دنقوا عليك which cusp in the lower dental arch lower dental arch يعتبر a stump cusp البوكال البوكال cusp مو ديستال cusp انا مقفش في الديستال انا قاعد اقول بوكال او بليتال بوكال cusp صح اذا اي cusp يدخل بالفوسة شو يسموها؟ ستام كاسب صارت واضحة لحد الآن؟ ممتاز ترى شنو هذا بعد اكو شيث شير شنو هذه؟ هاي اس اتش اي اي ار اخرتي هذا ما له علاقة بيها هاي الكلمة اخرى ما دايما بعد ليش قالت؟ المهم صور واحدة واضحة وكبيرة اصغر لك يعني صور اصغر لا هاي لك يا ما بيها هاي تمام؟ هذه انتر اناتومي الغرض منها ما تحتاجها تحتاج بها كلمه واحده ستام تعرف شنو معنى كلمه الستام وين يصير عندك الستام ريليشن كاست تو فوسا تمام هذا نحتاجه زين انا ما يعني لا انا اخلي شغلات هنا بس الشيء اللي احتاج احكيه هو اللي احتاجه فقط ماكو شيء اجيبه او احكي عن يعني اذا ما حكي عنه ما 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 انا ما اهتم بيه تمام راح اشوف مجموعه من المصطلحات بالاوكسجين اول شيء نورمال ماخذيها العام ايديال ماخذيها العام يجي النورمال شنو معنى النورمال موجود بالنيتشر صح ما بيقدر minor irregularity. Minor irregularity. كلام كله صحيح. كلام كله صحيح. أها. ليش أها قلت؟ لأنه أول لا اسمع بعده أول تفكير كان النورمال occlusion يعني class one angle classification. أول تفكير بالأوفان قاعد مو بالنورمال occlusion. أول تفكير بالنورمال أوكلوجين كلاس 1 يعني أنا أقول لكم patient جاني upper 6 lower 6 شو الأنجل كلاسيفيكيشن هو كلاس 1 أول جواب تجاوبوا تعرفون شنو أغلبيتكم يعني نورمال صح
هو كلام صحيح كانجلر كلاسيفيكيشن نيجي بوكال كاس في ديفلوبمنتال جروب مالوا هاي يعتبر نورمال. لكن شافوا انه هاي كلمه النورمال مو شرط انه هذه كريليشن نورمال كريليشن تمام، لكن الكونكلوجن مو شرط يكون نورمال. ليش؟ لانه النورمال لازم يكون نورمال بالريليشن مع 6 اوفر جيت اوفر بايت الاينمنت هاي كله لازم يكون نورمال تمام. هذا يسموه نورمال اوكلوجن اللي هي لازم الاوكلوجن ستيبل قاعده حتى لو بيها ماينر ايريجولاريتيز لكن هارمونايزيشن اكسبتبل اسيتيك ما بيها مشكله تمام. الايديال شنو؟ كل شيء ما ابي خلاص ليش قالوا كلش خيالي خيالي. ايام زمان التطور صار بالاسيتيك تعرفون كل شويه. ايام زمان الايديال كان التركيز على الاسيتيك. يعني شو التركيز على الاسيتيك؟ يعني shape of teeth المارجنز اوف teeth الهارمونايزيشن بالتيث الابر واللور من ناحيه الشيب كاسيتيك. هسه صار الهارمونايزيشن مو بس اسيتيك ايضا فانكشن لازم يصير عندي هارمونايزيشن بالمسلز. لهذا صار ايديال فشي ما موجود بالنيجر فشي صعب بس اي تريتمنت نحاول نوجهه نحو ايديال تمام. ورا شنو عندنا؟ بالانسد. شنو بالانسد؟ متوازن. يعني معناها عندي كونتاكت at the same time بين الأبر واللور بالرايت سايد بالليفت سايد بالأبر واللور من يكون المندبل بالسنتريك والإيسنتريك ريليشن. يعني يصير عندي كونتاكت بين الأبر تيث واللور تيث at the same time all the upper all the lower at the same time بالرايت سايد بالليفت سايد تمام بالسنتريك بالإيسنتريك تمام. هذا شو يسموه؟ بالانسد. وراش عنده فيزيولوجيكال. شنو فيزيولوجيكال؟ هو الاوكلوجن without any pathosis يعني ما بي any defect. يعني الاوكلوجن patient يعني عنده class 2 class 1 class 3 لكن ما يسوي لي any pathological condition ماكو تروما بالاوكلوجن. يعني شخص ما يصير عنده تروما بالاوكلوجن تمام. العكس مالته منو؟ التروماتيك اللي هو الاوكلوجن اللي يصير بيها تروما ديفكت بالتي ام جي يصير تروما للبلد يصير انترفيرنس ويا الليبيال تشو هذا يسموه تروماتيك اوكلوجن. هذا التروماتيك اوكلوجن اذا عالجناها بالاورثودونتيك تريت ماشي يسموها ثيرابيوتيك. هاي الثلاثة الاخيرة وحدة لها علاقة باللغة فيزيولوجيكال نورمال ما بيها امباثوسس عكسها تروماتيك يسوي تروما. اذا عالجنا التروماتيك شو يسميه الاوكلوجن ولا ما خلص العلاج؟ ثيرابيوتيك. اكو سؤال لحد الان؟ كل سهل ممتاز. زين دكتور شو الفرق بين النورمال والفيزيولوجيكال؟ ها نورمال يعني ما يحتاج لتريتمنت. لا يراد لتريتمنت قلت لك ممكن كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 بس ما عندي اي باثولوجيكال كونديشن ما عندي تروما بالاوكلوجن. تبني شلون؟ هذا مقصد الكلام. زين ننتبه. والاوكلوجن التعاريف بالمحاضره راح تشوفون الكونسبت اوف اوكلوجن انه اكو مجموعه من العلماء فسروا الاوكلوجن كل واحد بطريقته. وهاي التواريخ تعود لل 1800 و 1700 و 1900 تواريخ كلها قديمه كلها اول فاشن. بالنسبه لي ما اعرف ترك ايه بالنسبه لي ترك اقول لكم اياها ترك. وبالنسبة للوزاري انتو حظكم بس يعني اقول لكم اياها بالنسبة 90% منهم احد ما يقبل على حظة تجي هاي العشرة تجي. لا لا من المرحلة ندري والله ادري وسهلوها يا والله تجي. لا لا صدقني تجي. زين هذه مهمة كلاسيفيكيشن اوف اوكلوجن مهمة راح اشارككم اول نوع وقت الضعف اول نوع والبقية على المحاضرة القادمة. تابعوا classification of occlusion اعتمادا على ثلاث شغلات. اول شغله انه على المانديبولار بوزيشن على الريليشن مال فيرست مولر اورجانيزيشن واربع شغلات الباتن اوف ذا اوكلوجن. هاي كلها صعبه شويه اشرح لكم على المحاضره القادمه.
راح اخذ بس اول وحده. فبتجون اشرح لكم اسهل وحده هاي مال مولا تعرفوها. اشرح لكم مال مولا البقيه كلها صار اشرح لكم عن المحاضره. مال مولا معروفه من اقول لكم classification of occlusion based on molar or first permanent molar relation. يعني منو يا classification مال منو؟ dental or skeletal. اعتمد على منو؟ عفية بالشطار عفية كلكم شطار والله. كم classification انتو؟ واحد نجي بوكال كاست تقعد بالديفلوبمنتال جروب او لور 6 تمام. النيوترو اوكلوجن هاي كلها تعريف مال عام ضيعني ساعات اشرحها. نيوترو اوكلوجن اذا ما تتذكرون اسالكم درس الجوز تمام. زين كلاس 2 شنو؟ ديستو اوكلوجن تكون ديستالي صح؟ ال first molar مال upper متقدم اللور راجع تمام. زين class 3 العكس نيجي occlusion. تابعوا بالclass 2 بالclass 2 اكو 2 كم division؟ 2 تمام. اكو class 2 division 1 وclass 2 division 2. division 1 شو يكون؟ Proclined incisors. Incisors that could be a proclination. Class 2 division 2 شو يكون؟ ايه يصير retroclination بالincisors. بقى انا اساش قلت class 2 class 1 class 3 2 انتها 2 division 1 2. اش قلت كلمة division؟ ممكن اقول هذا الشخص عنده class 2 division 1 subdivision sub. انتبهوا هاي مهمة بالامتحان العملي. انتبهوا تجيكم اما صورة او تجيكم كاست بالامتحان العملي. ممكن تجيكم كاست upper lower اقولكم molar relation. اذا ما احدد السايد لازم تشوفون الرايت سايد والليفت سايد. انتبهوا مهمة هاي العبارة. انتبهوا زين الرايت سايد والليفت سايد. ليش لازم اباوع الرايت سايد والليفت سايد؟ لانه ممكن الرايت سايد تشبه الليفت سايد او ممكن ما تشبهها. يعني ممكن البيشنت عنده تو سايد كلاس 1 ممكن تكون التو سايد كلاس 2 او ممكن لا. اذا جاني البيشنت دبل الكلام. اذا جاني البيشنت وان سايد كلاس 1 والاذر سايد كلاس 2 شو يسموا هذا البيشنت؟ كلاس 1 او كلاس 2؟ كلاس 2 ما يسموه لاترال. كلام صحيح. يسموه كلاس 2 سب ديفيجن. يعني البيشنت هو كلاس 2 تمام. وان سايد نورمال والاذر سايد از اب نورمال كلاس 2 تمام. جاني البيشنت كلاس 3 وان سايد كلاس 3 والاذر سايد كلاس 1 كلاس 3 سب ديفيجن. ليش سب ديفيجن؟ لانه one side normal انت تكتبون كلمة تقولها كل one side normal other side abnormal class 3 job patient. انتبهوا one side class 2 وال other side class 3 class 4 عافية برافو. يسموها class 4. ليش class 4؟ لانه both side are abnormal. واحد ميجي اوكلوجن والثاني ديستو اوكلوجن تمام. لهذا لا يقدر نقول هو كلاس 2 سب ديفيجن ولا يقدر نقول كلاس 3 سب ديفيجن. سموها كلاس 4 خلاص. اللي انا سالتها انا اكوزكم بي صاف واضحه صاف واضحه تمام. الاوراق اللي اخذوها مني كل الاوراق هاي هديه الحضور اليوم. اوكلوجن تذكروا الستامب كاسب؟ تذكروا؟
لأن الكاسب اللي يقعد وين؟ بالفوسر. تمام، هاي تذكرون، تذكرون هاي الترمات شرحنا عنها صحيح؟ وقلنا الكونسيبت مال اوف اوكلوجن انا ما اريدها، قلت لكم هاي، بلشنا بالكلاسيفيكيشن اوف اوكلوجن، حكينا احد انواع الكلاسيفيكيشن، البقية ما حكينا عليها. ننتبه. ننتبه. اعتمادا على المانتيكولار بوزيشن، بس اسال السؤال الاتي وانت قولي على هذا الموضوع كلش مهم، لانه الحكي كله راح يدور على هذا الموضوع. الماندبل كم موفمنت دي؟ اثنين. شو تعرف؟ ثلاث. اذا سمعت اثنين ثلاثة أربعة. اخر شيء سميني نقول كم خمسة؟ لا هي لا نحسبها انت لو بس لا دكتور كابتن قول اخر وانت لو قصيت دكتور هي الريست بوزيشن وكل شيء حركات اخرى على لا موفمنت مو ريست بوزيشن ما بي موفمنت موفمنت انا قاعد شو موفمنت كم حركه يتحرك الماندبل دكتور خلينا نشوف دكتور مو كاتينج بلايدين هذا اوكلوجن انا قاعد اقول موفمنت كماندبل كبون راح يصير عندكم لاترال موفمنت هاي تمام هذا لاترال موفمنت either right side or left side بس يعتبر كلها one movement تمام protrusion movement و retrusion movement retrusion movement تمام هاي صارت ثلاثة بقالكم موفمنت احنا ما نحس بيها اللي دائما تصير نتيجة للتايم يسموها بروتيشنال موفمنت كم موفمنت صارت؟ صار عندنا بروتروجن بروتروجن لاترال وروتيشن الروتيشن الروتيشن يعني هاي الحركة تصير يعني الماندبل يصير بيها فد نوع من الروتيشن احنا اخذناها الان طبعا بالجروث تذكرون من الفورورد روتيشن والباكورد روتيشن تذكرون هذا الكلام بس احنا مبدئيا نحكي انه نتيجه الريسبونس ويا التايم ويا التايم دائما الماندبل يتحرك ان روتيشنال موفمنت هاي الموفمنت هاي انواع الموفمنت كلها نقدر نحصل على مجموعه من الريزلتس بالتريتمنت مالتنا بس راح نفهمها بعد بالاعتمادا على البوزيشن اوف ماندبل تبون بس هذا مو موفمنت انت تبون الكلمه بوزيشن اوف ماندبل وي كان كلاسيفاي ذا اوكلوجن انتو تو تايبس ايذر سنتريك اند ايسنتريك شنو السنتريك وشنو الايسنتريك السنتريك يعني معناها لازم يكون الماكسيلا والماندبل ان سنتريك ريليشن تعرفون كلمة centric relation مفروض ماخذينها انتوا بالبروستيك تمام؟ والايسنتريك يعني معناها لازم ما يكون الماكسيلا والماندبل بالcentric relation. centric relation شنو معناها؟ معناها انه الكوندايل تقعد بالموست انتيريور سوبيريور بوزيشن ويا الديسك ريليشن شيب تمام؟ لازم يكون الماندبل بالموست انتيريور اند سوبيريور انتيريور سوبيريور دايركشن مهم anterior and superior يعني الكومبلكس كله لازم يكون anterior superior هل يعتمد هذا على البوزيشن اوف تي بالcentric relation centric relation يعتمد على البوزيشن اوف تي relation يعتمد على البوزيشن اوف تي لا ما اها عندي علاقة كوندايل ديسك داخل one component ما عندي علاقة ويا position of teeth هات خلوها بالك هاي نقطة كلش مهمة تمام الموفمنت مال ماندبل بالcentric relation او بالcentric occlusion شو تكون؟ بس كم موفمنت حد عدد لكم اياها protrusion retrusion lateral و rotation شنو هي الموفمنت اللي تكون عندي بالcentric occlusion بالcentric occlusion قلت لكم الكومبلكس كله يكون superior anterior تمام superior anterior كله يكون restricted ما تقدر تتحرك
الحركة الوحيدة اللي تستمر للماندبل هي الروتيشنال موفمنت. تمام؟ بيور روتيشن موفمنت، لا تقدر تروح لاترالي، لا تقدر تصير بروتروجن ولا تقدر ترجع لورا. اذا الموفمنت اللي احصلها للماندبل بالسنتريك اوكلوجن شو تكون؟ روتيشنال موفمنت. تمام؟ هاي تحفظوها ترخوها. تمام؟ زين بالإسنتريك any other movement للماندبل غير الاوسنتريك اوكلوجن اللي هي الروتيشن، تمام؟ شو يعتبروه؟ إسنتريك. ما ندوخ نفسنا. تمام؟ اذا عندكم lateral movement إسنتريك. تمام؟ يعني بس اي حركه نحرك الماندبل laterally هذا معناه شنو عندي؟ إسنتريك اوكلوجن. تمام؟ اقدم الماندبل صار عندي إسنتريك، ارجع الماندبل صار عندي إسنتريك. تمام؟ اذا كلاسيفيكيشن اوف اوكلوجن بالاعتماد على الماندبولار بوزيشن عندي نوعين، اما سنتريك او اسنتريك. السنتريك في حاله الروتيشنال موفمنت فقط ريستريكتد يكون الماندبل ماكسيلا بالسوبيريو انتيرير بوزيشن. اني اذر موفمنت للماندبل شو يعتبر؟ اسنتريك. صارت واضحه؟ تمام؟ هذا مطلوب عندكم من هذا البوينت. زين بالاعتماد على الفيرست permanent molar شرحنا هذاك الاسبوع، قلنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. تمام؟ يمكن لازم نشوف ال6 يكون موجود بالبوث سايد، اذا ما موجود الانجل كلاسيفيكيشن شي يكون no angle classification. الرايت سايد يختلف عن الليفت سايد، اذا وان سايد يكون كلاس 2 والاذر سايد يكون نورمال شو يسموه؟ وان سايد كلاس 2 والاذر سايد كلاس 4 نورمال. 1 يسموه كلاس 2 سب ديفيجن. مهمه هاي لا، وان سايد كلاس 2 والاذر سايد نورمال، او وان سايد كلاس 3 والاذر سايد نورمال، شي يسموه هذا الكيس؟ يكون كلاس 2 او كلاس 3 سب ديفيجن. تمام؟ اذا وان سايد كلاس 2 والاذر سايد كلاس 3 اثنيناتهم مختلفه شي يكون عندي؟ كلاس 4. صارت واضحه؟ زين ما عندنا مشكلة دي. نجي للبارت اللي وراء. Based on the organization of the occlusion. Based on the organization of the occlusion. هذا البارت مال occlusion هو البروتكشن بارت. يعني كل حركة تصير بالأسنان بأي any movement هذا الحركة مطلوبة على مود تحمي بقية الأسنان. هسا نشوف الشرط. تنقسم الـ organization of occlusion إلى أول شيء canine protected occlusion. يعني من اسمه canine protected occlusion من راح يحمي الـ occlusion؟ الـ canine. هاي أنت تصير بالـ lateral movement. عفيت بالـ lateral movement. بعد من يصير عندي lateral movement الـ upper canine تتطابق ويا منو؟ ويا الـ lower canine. تمام؟ بالـ working side والـ balancing side شو تسوي؟ بعد الـ canine بها tip مو؟ هذا التب مال الأبر تجي تلتقي ويا التب مال اللور تفتح الأوكلوجين تفتحها، يعني يصير عندي ديس أوكلوجين بالبوستيريور سيرفس من البوركينج سايد والبالانسينج سايد. يعني السايدين ينفتح الالتقاء وين يصير؟ لذا يعتبر الكنان حمل أوكلوجين بهذا الموفمنت. تمام؟ لأنه اللاترال موفمنت هي موفمنت مو كلش حلوة، تنطي فورس اضافيه، هذا الفورس اضافيه تنطي للاسنان فبرجر. لذا منو يحمي؟ الكناين، عن طريق هذا الكونتاكت بين الابر كناين واللور كناين. اذا الكناين بروتكتد اوكلوجن باللاترال موفمنت، بعد الموفمنت مهم يمتى؟ باللاترال موفمنت يصير كونتاكت بين الابر كناين واللور كناين، شو يسوي لي؟ يسوي لي ديس اوكلوجن. شنو هذا المصطلح ذاك الاسبوع؟ ديس اوكلوجن يعني ما عندي كونتاكت بالبوستيريور تيت من البوث سايد، بهذا راح يحمي الاوكسجين. زين حصلت واضحه؟ سهله. النوع الثاني موتشوالي بروتكتد اوكلوجن، هذا مو بالموفمنت، هذا بالماكسيمم انتركاسبيشن. هاي ماكسيمم انتركاسبيشن. بعد بالماكسيمم انتركاسبيشن شو حيصير؟ تيجي الستام كاس وين تقعد بالفوسه، قاعدة الستام كاست بالفوسة هذا راح يعطيني بروتكشن للانتيرير تيف. شي يسوي من تجي الكاست تقعد بالفوسة هذا تجي كأنه شي قفل، صح؟ وين يصير القفل؟ بالبوستيرير سيجمنت مو بالانتيرير.
يعطيني في السلايدنج موفمنت بين الكريشن مال الابر تيف واللور تيف بالانتيرير سيجمنت. ما يصير كونتاكت او بالانتيرير تيف، وين يصير كونتاكت؟ بس بالبوستيرير. بس الكونتاكت بالبوستيرير ما بي مشكله، ليش؟ لانه كاس قاعد بالفوسا مالته بالمعقول مالته، تمام؟ فما عندي مشكله. يحمل الاوكلوجن وين؟ انتيريري. يمتى؟ في حاله الماكسيمم انتر كاسبيشن. اول بارت بالمجهول بروتكتد اوكلوجن، البوستيرير تيث راح تحمي الانتيرير تيث في حاله بالماكسيمم انتر كاسبيشن. من تقعد الستاند كاسب بالفوسا تحمي الاوكلوجن انتيريري، مثلا عندي كونتاكت زين. بعد بالمجهول، بعد بالبروتروزيف موفمنت، يعني تيجي الابر انسايزر تلتقي ويا اللور انسايزرز، الانتيرير تيث راح يصير كونتاكت بين الابر تيث واللور انتيرير تيث، تحمي الاوكلوجن وين؟ للبوستيرير. تنفتح الاوكلوجن لو ما ينفتح؟ ينفتح الاوكلوجن بوستيرير، صح ولا لا؟ من ينفتح الاوكلوجن بوستيرير خلاص ما عاد مشكله. اذا بالمجهول بروتكتد اوكلوجن الانتيرير والبوستيرير واحد تحمي اللعب، البوستيرير تحمي الانتيرير في ماكسيمم انتركاسبيشن، والانتيرير تحمي البوستيرير بالبروتروزيف موفمنت. صارت واضحه؟ مفهومه عين هذا الكلام؟ زين. اخر شيء بالاورجنايزيشن اوف اوكلوجن جروب فانكشن. الجروب فانكشن باللاترال موفمنت ايضا مرات يصير عندي استيموتينوس كونتاكت، يعني فد كونتاكت بسيط بين الابر تيث واللور تيث على وان سايد فقط، وان سايد، هذا يحمي الاوكلوجن بالاذر سايد، يعني الرايت سايد راح يحمي الليف سايد بالنوع الجروب فانكشن اوكلوجن. اذا according to the organization of occlusion يعني هي protection of the occlusion، عندي ثلاث حالات. اول حاله شنو هي؟ الكلان protection باللاترال موفمنت، والماتشوال protection بالماكسيمم انتركاسبيشن والبروتروزيف موفمنت، والجروب فانكشن ايضا باللاترال موفمنت لجروب اوف تيث. اخر كلاسيفيكيشن بالاوكلوجن هو الباتن اوف ذا اوكلوجن. بعد هاي الصوره انت two group of occlusion according to the pattern وليس organization. بقى اول واحد هو هذا relation of cusp to impressor area. يعني هسه من نسوي occlusion احنا اذا نوعيتين، اما عندنا relation of cusp to impressor area، تمام، او cusp to fossa، صح؟ بالماكسيمم انتركاسبيشن عندنا نوعيتين من الاوكلوجن، كاسب تو امبريشر اريا او كاسب تو فوس. هسه لازم نعرف كل واحد من عنده وياهو احسن، ياهو الافضل. انت عقول كاسب تو امبريشر اريا اولا يمثل لي علاقه كم سن الى كم سن؟ 1 to 2، تمام؟ اذا بالكاسب تو امبريشر اريا اتس ريليشن اوف 1 توث تو 2 تيث. يصير عندك الستامب كاسب تقعد بالفوسا بهاي الوضعيه، صحيح؟ لكن وياها ويا هاي الحاله انه الانذر كاسب راح تقعد بالامبريشر اريا اوف 2 تيث، تمام؟ هاي اول وحده. زين الثانيه شنو؟ كاسب تو فوسا ريليشن اوف 1 توث تو 1 توث، صح؟ سن تو سن فقط، سنين واحد ويا الاخر يقعد الفوسة بالكاسب. تتوقعون ياهو الافضل؟ هذا ال 1 تو 1 لو 1 تو 2؟ 1 تو 1 ليش؟ الفوس متكافئة، الفوس متكافئة يعني واحد واحد. دكتور الاوكلوجين يبقى بمستوى؟ يبقى بمستوى. بعد اولا الفورس تتوزع على اللونج اكسس اوف 1 توث، يعني ما يتوزع على مساحه سطحيه مختلفه، ما يصير سكاترد الفورس، الفورس تكون على جهه واحده. هاي رقم واحد، تمام. رقم اثنين يسوي لي ستيبلتي بالاوكلوجن، لانه من يجي هذا المدبب يقعد بالمقعر ينطيني في نوع من الستيبلتي. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثه
عملية الانسايزينج اوف فود، هاي عملية الانسايزينج اوف فود احسن تكون كأكفة اضافة مثل ستاجنيشن للفود، لانه شيء دائري ويا شيء دائري. هنا بالامبرجر اريا لما نيجي الاكل يتقطع بهذا التب، ينحشر الاكل بالامبرجر اريا، تمام؟ يسوي عندي بروبلم. لكن هنا لا، لازم يصير سلايدنج للفود، ما تبقى مثل اكيوميشن للفود. لذلك يعتبر بهاي الطريقه انه الكاست فوسه هي مور فيفربل ذان الكاست امبرجر اريا. طبعا هو هذا الشيء فياته موجود في البرجر، يعني احنا يعني ان الكاست تمبرجر اريا موجود ما نقدر نلغيه، والكاست فوسه موجود، بس هو الكاست فوسه يفضل احسن، يعتبر افضل من الكاست تمبرجر اريا. اول الفورس يكون على لونج اكس اوف تو ستراكشر، ثانيا ستابيليتي، وثالثا يمنعني من الاكيوميليشن بالفود بالامبرجر اريا. اكو سؤال؟ باقي ضمن الاوكلوجن موضوع الاخر اللي هو الاوكلوزال بلين. شنو رايكم الاوكلوزال بلين؟ از فلات؟ نو. خط عدل؟ لا. كيرف. علماء كلية اليرموك المرحلة الخامسة قرروا وقالوا ان الاوكلوزال بلين هو كيرف. بعد دكتور باريا والله المشكلة انه هواي علماء كانوا في هاي الاجواء موضوع الاوكلوزال بلين. يعني مثلا ويلسون، دقيق خل احكيكم القصة. يا اكو واحد ويلسون ايش قال؟ قال الماندبل كونكيف والماكزيلا كونفكس. بيحكي على الاوكلوزال بلين، يعني الاوكلوزال بلين مع الماندبل كونكيف والماكزيلا شي يكون كونفكس. جاء غير واحد يسموه بون ويل، هو مو بون ويل، يسموه بون ويل بس ينكتب اي بس ينكتب دبليو، تمام؟ راح تشوفوها بالمحاضره ويل، بس هو ويل. بون ويل ايش قال؟ قال لا، الماكسيلا يصير ادابتيشن ويا الماندبل ان ايكويلاترال تراينجولر شيب، يعني طالع شكل تراينجولر، تمام؟ جاء فون كلهم على ما عرفين انهم فون سبي طلع من عنده كيرف سماه كيرف اوف سبي. يقول الكيرف اوف سبي مالته تشمل الانسايدال ايدج اوف انتيرير تيث، التيب اوف كناي، البريمولر اند مولر. يصير فد نوع من الانكلينيشن بالالاينمنت مالته، سماها بالكيرف اوف سبي. والكيرف اوف سبي تشتغل باي بلين؟ تشتغل بالساجيتال بلين، يعني بالانتيريور بوستيرير بلين، تمام؟ جاء انذر اوثر مونسون ربط هذا الكلام ويا الفيرتيكال بلين، تمام؟ المحصله النهائيه حصلنا على الكيرف اوف سبي على عباره او مو كيرف، الكيرف اوف اوكلوجن، خلينا نقول على ثلاث اهم انواع كيرف اوف اوكلوجن كلها مهمة. أول واحد curve of speed, curve of Wilson and sphere of Monson. هاي ثلاث أسامي مهمة لازم نحفظها، تمام؟ ونفرق بين كل واحد من عندها. بعد أول واحد curve of speed هاي تعرفوها كلكم، تمام؟ شنو هي؟ بعد curvature مال incisal edge, tip of canine، شوفون جاي ينزل تدريجيا بمنطقة البريمولر، تستمر الاستمرارية مالتها ترى مو للنهاية البوستيرير تيث، لا to the condyle. double the curve of سبي من الانسايزال ايدج تنتهي وين؟ للكوندايل. يصير عندي فد نوع من فد سيركل لاين، اذا نربطها من البوسايد حنحصل على سيركل لاين، هاي يسموها بالكيرف اوف سبي. اهم شيء بالكيرف اوف سبي غير التعريف مالته، لازم اعرف انه الكيرف اوف سبي يمثل لي يا بلين ساجيتال بلين من الانتيريور للبوستيريور، تمام؟ هاي مهمة، هاي البلين مهمة. تابولي بالكيرف اوف سبي يمثل لي يا بلين ساجيتال او انتيريور، مو انتيريور وحده، انتيريور بوستيريور او ساجيتال بلين من الانتيريور للبوستيريور. صارت واضحة؟ سهلة هاي، تمام؟ زين كيرف اوف ويلسون اللي هو هذا شي يمثل لي؟ تابولي دبل التعريف ترى هو سهل، بس يحتاج تنتبهون.
يمثل لي التيب اوف كاسب مال بوستيريور تيث مال بوكل واللينجوال فور ذا سيم توث. يعني التيب مال كاسب مال البوكل واللينجوال مال سيم توث فروم وان سايد تو ذا اذر سايد. تشوفون فروم وان سايد تو ذا اذر سايد يعني الدايركشن مالتي هنا كان انتو بوستيريور هنا ميديو لاترال او هوريزونتال. اذا تبون البلاين تغير البلاين البلاين تغير بالويلسون كيرف. ويلسون قال انه الريليشن مال بوستيريور تيث ما حكى انتيريور تيث ما دخل كونداير بالموضوع. بوستيريور تيث فروم وان سايد تو ذا اذر سايد من البوكال لللينجوال. تشوفون الكيرفتشر شلون نازل يبلش من البوكال لللينجوال. هذا شو يمثل لي؟ يمثل لي كيرف اوف ويلسون ميديو لاترال او يمثل لي يا بلين يمثل لي ترانسفيرس بلين او الهوريزونتال بلين. تمام؟ تكون الفرق تبعتوا الفرق. اخر واحد جاء مونسون ربط لي هذا ويا هذا ان وان بلين بالفيرتيكال. ربط لي الانتيريو بوستيريور ويا الميديو لاترال بالفيرتيكال. تمام؟ صار عندي ثلاث كيرف اوف سبي او ثري كيرف اوف اوكلوجن. الفيرست كيرف اللي هي كيرف اوف سبي اللي كلنا نعرفها هي مثل لي بالانترو بوستيريور. الثاني واحد مان ويلسون يكون ميديو لاترال او ترانسفيرس اند مونسون ربط لي اثنيناتهم بالفيرتيكال بلين. صارت واضحه؟ ماكو صعوبه بها. تمام؟ لا اخر شيء بالاوكلوجن الكيز مال اوكلوجن اخذناها العام حفظتوها العام صح؟